واحد قناة لنقل مياه البحر اثنان شبكة معدنية للتخلص من القواقع والأوساخ ثلاثة حوض لفصل الترسبات الأجسام الكبيرة تستقر في قاع الحوض وتتم إزالتها من الماء أربعة فلاتر رملية لإزالة الجسيمات الصغيرة من الماء خمسة حوض نفايات يحتوي على الأجسام الصلبة التي تم فصلها وتجهيزها للرمي والتخلص منها. (ستة) مضخة لنقل المياه المنقاة من الأوساخ إلى الفلاتر. (سبعة) فلاتر لحماية وحدة المعالجة، الضغط الأزموزي العكسي. (ثمانية) مضخة لنقل المياه المفلترة إلى وحدة المعالجة، الضغط الأزموزي العكسي. (تسعة) المرحلة الأولى للتناضح العكسي: عملية التناضح العكسي تحت ضغط عالٍ، ويتم ضخ المياه من خلال رفوف تحتوي على أغشية التناضح العكسي لإزالة الملح. عشرة، المرحلة الثانية للتناضح العكسي. حادي عشر، المياه المعالجة، أي المحلاة، يتم إضافة المواد الكيميائية لضبط الحموضة والتعقيم. ثاني عشر، خزانات لحفظ المياه المعالجة أي المحلاة ثالث عشر مضخة ضخ المياه المحلاة إلى نقطة المزج المحلي حيث يتم مزجها بالمياه السطحية المعالجة رابع عشر المياه المالحة جدا أي المياه العادمة الناتجة من التحلية يتم توجيه المياه المالحة المركزة إلى محطة توليد الكهرباء وتخلط مع مياه التبريد خامس عشر توربينات استعادة الطاقة: 16- قناة للتخلص من المياه العادمة الناتجة من معالجة مياه البحر. 17- محطة توليد الكهرباء.